السلام عليكم. هو المفروض الأخ يزور أخته كل قد إيه؟ وخصوصا لو هي مطلقة، عفوا منفصلة، أو أرملة، أو عايشة وحدها، أو مش متجوزة، أو الأب والأم متوفيين وملهاش إلا أخواتها. المفروض إن أنا أسأل عليها كل قد إيه؟ بمعنى لو هي عايشة وحدها فترات طويلة، المفروض عليا وعلى اخواتها كل قد ايه يزوروها؟ هل يوميا ولا هتزهق؟ ولا هل اسبوعيا وممكن برضو تزهق؟ ولا هل شهريا؟ وديها اللي فيه نصيب من تحت الباب للباب، يعني اي حاجة كده اجود عليه بيها اعملها. ولا اسأل عليها في زيارة ربع سنوية، يعني 4 مرات في السنة. ولا المفروض عليا ان انا احتويها واحضنها واخليها تحت دراعي وراعيها زي البنت الصغيرة، وخصوصا لو هي عندها 33 سنة واخواتها الباقيين كلهم كبار، مفيش الا واحد بس الاصغر منها. طيب ده باختصار شديد جدا الموضوع الشق الاولاني. لما تفاجأ ان اختك قعدت 9 شهور، المفروض ان هي بطنها كبرت، حملت، وبطنها المفروض كبرت في 9 شهور يعني باينه، والمفروض ان هي انجبت طفل صغير مش متجوزه. وبعد كده الاشقاء بيتفاجئوا ان اختهم صاحبه ال 33 سنه اللي وحدها، اللي مش متجوزه، اللي حملت حمل سفاحا من احد الاشخاص. حضراتكم كنت فين في 9 شهور اللي فاتت؟ حضراتكم كنت فين من قبل 9 شهور وحملها للطفل الصغير؟ انتوا عرفتوا ان اختكم ولدت ولد صغير ابن 15 يوم، قررتوا وقتها ان انتوا تذبحوها. ده الموضوع اللي حصل في الهرم بالظبط زي ما احنا حكيناه. اختهم حملت سفاحا من احد سائقي الميكروباصات، علاقة غير شرعية. العلاقة غير شرعية مع البنت دي اتطورت لغاية لما حملت منه سفاحا، وقعدت 9 شهور وهي شايلة بيبي في بطنها، لغاية لما قررت ان هي تجيب البيبي، لان مفيش حد بيسأل عليها من اخواتها ولا حد من اخواتها عارف اي حاجة في الحاجات دي كلها. ولكن هما في اخر الامر اتفاجئوا ان في وجود طفل صغير وعنده كمان 15 يوم. الامر اللي خلاهم يتصلوا الثلاثة ببعضهم، يجمعوا بعضهم، يتفقوا على الجرم اللي هيرتكبوه. 3 اشقاء ونجل احدهم، يعني 4، دخلوا عليها، كتفوها، كربجوها من رجليها ومن ايديها، وبدأ الطعن فيها لغاية لما قتلوها قدام طفلها الصغير اللي عنده 15 يوم. ده الموضوع اللي هز منطقة الهرم كلها. هو الموضوع مش هز منطقة الهرم عشان حالة القتل، مناطق كتير بيحصل كل يوم فيها قتل مرة واثنين وثلاثة، ولكن الموضوع ان في طفل صغير وفي حمل سفاحا، يعني بدون علاقة شرعية ووجود علاقة غير شرعية. طب الاولى ان انا اقتلها، ولا الاولى ان انا اداري على الفضيحة، ولا الاولى ان انا احتويها واحضنها واحطها تحت دراعي واجيب لها حقها من اللي ارتكب الجرم ده؟ التلاتة الأشقاء وابن واحد منهم مفكروش بالمناطق دي خالص، أو من المناطق دي خالص، مفكروش إلا بمنطق واحد، ألا وهو إن إحنا لازم نغسل عارنا منها. وكتير على فكرة بيفكر نفس التفكير وما فيهوش كلام، غسل العار أو غسل الشرف أو العار عن طريق الدم. وده اللي حصل من الإخوات للبنت دي.
المفروض ان انتوا كنتوا موجودين في حياتها. ما بندافعش على اللي هي عملته على فكرة، وما بندافعش عن التلاتة الاخوات والولد الرابع، ولكن احنا بنقول انتوا كنتوا فين في الوقت ده كله، سايبينها وحدها كل ده ليه؟ على الاقل خالص من بعد 9 شهور المفروض ان هي هتبان في بطنها ان هي كبرت. مهما دارت ومهما عملت ومهما سوت، اكيد في لحظة معينة هيبان فيها الامر كله. المفروض التلاتة دول كانوا عملوا ايه؟ احتواء؟ ولا هم فعلا متجاهلين الموضوع؟ ولا هم عارفين وساكتين؟ ولا رأيكم ايه؟ رأيكم يهمنا في حاجة زي كده؟ لا قدر الله لو حاجة حصلت مع كده مع رجالة او حتى مع اخوات بنات، ايه المتبع في حاجة زي كده؟ اللوم عليهم هنا ان هما بيسألوش عليها، ولا بيزوروها ولا بيشوفوها ولا بيحتكوا بيها، وفي الاخر او في اخر المطاف لما غلطت قرروا انه يعاقبوها، والعقاب بتاعهم كان قتل بالدم. عفوا، ده الموضوع اللي احنا قلنا عليه اللي حصل في الهرم وهز موضوع الهرم كله. الطفل الصغير اللي عنده 15 يوم ذنبه ايه في حاجة زي كده؟ السواق اللي أقام معاها علاقة غير شرعية على فكرة اتمسك واعترف بكل حاجة. هو كده كده الابن الصغير أو الطفل الصغير ده هينسب إليه لأنه هو اعترف بحاجة زي كده، ولكن مفيش عقد جواز ما بينهم، لا حتى جواز عرفي ولا حتى جواز شرعي، ولكن هو الراجل مش هنقول كتر خيره، ده خلاها تروح النار برجليها وخلى اخواتها يقتلوها، ولكن هو اعترف بالطفل الصغير ان هو منه، ولكن معلوش اي لوم 1%. العلاقة حصلت بالتراضي، الاطراف متراضية، مفيش اي مشاكل، حصل الحمل، حصل كذا، حصل المولود في الاخر. الاعتراف منه كان كده، ولكن هو زي ما قلنا معلوش لوم، والطفل ان شاء الله ممكن ينسب اليه، ولكن معلوش برضو لوم للمرة الاخيرة. اللوم هنا على الست البنت، واللوم على الراجل طبعا انه عمل حاجة غير شرعية، بس احنا بنتكلم في نقطة معينة قانونية، قانونية معلوش اي حاجة، يعني اتمسك فقط اعترف بالحاجة اللي هو عملها وخلاص على كده علشان الطفل الصغير، ولكن قانونا مفيش اي حاجة عليه. الاربعة هيدخلوا السجن وهياخدوا احكام، وهياخدوا احكام رضا، وهنكررها مرة واثنين وثلاثة. مفيش حد ممكن يقدر يعمل او يقتل حد من منظر ده في دعوة زنا او في موضوع زنا الا الزوج. ووقت المعاشرة يعني لو دخل الزوج على زوجته ولقاها في وضع مخل مع احد الاشخاص، ولو قتلها او قتله، ممكن وقتها ياخد حكم مخفف خالص الزوج الوحيد وفي حالة التلبس، ولكن بعدها بعد ما بيطلع الشخص من الباب او من البيت وعمل حاجة زي كده، لا ما بيبقاش حكم مخفف، ده بيبقى هنا عقوبة اكبر واكبر واكبر. الاب والاخ وولاد الاعمام والقرايب ما لهمش حق ان هم يعملوا حاجة زي كده، ده القانون المصري على فكرة المتبع في حالات زي كده. لكن حضرتك تطلع تحكم بالاعدام لاختك وبعد كده تتبعها بالمنظر ده، هو الكلام اللي هنا في وقفة. راجعوا نفسكم قبل ما تراجعوا أخطاء أختكم، راجعوا أخطاء نفسكم كلكم قبل ما تراجعوا أخطاء أختكم اللي انتوا كنتوا سايبينها وحدها ومحدش كان بيسأل عليها بالسنة والاتنين، ومحدش هنا يجي يقول كنا بنسأل عليها. لو كنتوا سألتوا عليها كنتوا عرفتوا ان بطنها اللي فيه ده حمل مش انتفاخ من القولون. السلام عليكم.